السلام عليكم. تلبية لطلب أحد متابعينا الكرام، سنقوم بتصميم هذا الديكور. أول خطوة سنقوم برسم دائرة انطلاقا من المركز هون. هذه الدائرة هي التي ستحدد حجم هذا الديكور. بعد ذلك سنقوم بتقسيم هذه الدائرة إلى 12 جزء بهذه الطريقة. نحتفظ بنفس شعاع هذه الدائرة ونقوم بالتعليم على الدائرة من هذه النقط. بعد ذلك سنقوم بالربط بين هاته النقاط للحصول على شكل سداسي بهذا الشكل. بعد ذلك سنقوم بالربط بين رؤوس هذا السداسي للحصول على نجمة سداسية. بعد ذلك سنقوم بالربط بين هذه النقطة وهذه وكذلك هذه النقطة وهذه هنا. بعد ذلك سنقوم بالربط بين هذه النقطة وهذه النقطة هنا، كذلك هذه النقطة المتبقية هنا وهذه. سأقوم بالتعليم في المكان الذي سأحتاجه فقط. والآن سأقوم بمسح الدائرة، لن أحتاجها الآن. بعد ذلك نقوم بأخذ هذه المسافة من هذه النقطة إلى هنا. أقوم بتعليمها في هذه الجهة بهذه الطريقة. أقوم بأخذ هذه المسافة بهذا الشكل. سأقوم بتعليمها هنا وعلى هذا المستقيم. كذلك هنا بنفس الطريقة، يعني نفس هذه المسافة، قم بتعليمها من الجهة الأخرى. بعد ذلك نقوم بالربط بين هذه النقاط الجديدة للحصول على شكل سداسي كبير بهذه الطريقة. وبهذه الطريقة نكون قد حددنا مكان ومراكز المعينات. يبقى الآن فقط تحديد حجمها بهذه الطريقة. نقوم بالتعليم
في هذه الأماكن هنا سنبدأ بالمعينات الداخلية التي تشكل النجمة. من هنا سأقوم بتحديد نفس المسافة، متى سأختار هذه المسافة. بعد ذلك نقوم بتعليم نفس هذه المسافة على المعينات الخارجية كذلك. من نفس المراكز هذه المعينة سنقوم بتعليم مسافة أخرى، ولكن تكون كبيرة على المسافة الأولى بهذا الشكل، على هذه المحاور هنا بهذا الشكل. والآن سنقوم بالربط بين هذه النقاط بهذه الطريقة للحصول على جميع المعينات في النهاية. بالنسبة لهذه الزوايا المعينات لكي تأتي بشكل دائري هنا، نقوم فقط برسم أقواس انطلاقا من مركز المعينات بهذا الشكل. وسنقوم بنفس العملية على جميع المعينات بنفس القياس.